عندي اللي هو الموضوع انه مثلا لو راجل رضع مثلا ومراته كده، فبقول لك قال يعني تبقى ام لا طبعا، لان هو مش فاهم الرضاعة. الرضاعة لازم يكون في حالة ولادة، والطفل الصغير ده لسه مولود، فالطفل الصغير هو المقصود بالرضاعة. ولو عدى السنتين بعد كده ما نقدرش نقول عليه انه رضيع الا في حالة واحدة، لو ما كانش لسه ما اتفطمش، فطمته بعد 2 ونص او بعد 2 و6 شهور او بعد 2 او 2 و9 شهور، عندها لبن زيادة وبترضع فيه وما كلتوش. فدي ده يوم ما تفطمه خلاص انقطع. لكن هو الحد الأقصى في الآيات القرآنية 2 سنين، ده 30 شهرا، 6 شهور حمل و24 شهر هي الرضاعة. لكن لو واحد عمره 5 سنين وجاي يرضع، لا طبعا مش رضاعة. واحد عمره 4 سنين أو 3 سنين وجاي يرضع، لا. لكن لازم يكون دون السنتين وما يكونش اتفطم، دي نقطة مهمة.